أنا اللي ملاحظه الآن ومن حكيك هذا أن هذا التصرفات اللي أنت قاعد تتصرفها من هي تصرفات مدراء مولية. مدراء؟ هي مو تصرف مدير هذا. من هو المدراء؟ ما أدري والله سأل نفسك. كم مدير عندنا إحنا؟ واحد اللي هو أنت. شا. فا أنا مدير؟ حينك من مدير أنت؟ من حطني مدير؟ أنا بعد من حطك بقى أخوك اللي رازك. إذا أخوك اليوم ما يرزك من بيرزك؟ لكن صدق له قالوا ما يرز. ما يرز لك قالوها لكن برنزك انا غصب. طيب هذا يزاي هذا زين عيل احنا الحين مدير انت مديري انت مدير هي انت مدير انت مدير شركة عبد الرزاق بن عاقول ليمتد. زين حسين مدير وين مكتبي؟ مكتبك موجود هذا ميزك وقوم دهض قوم اقعد ورا ميزك وشوف شغلك بارك الله عليك بارك الله فيك يلا ابوي هذا الله خليك نشيط هذا ميزك خلي بعض الناس ينبطون بشوب النحل ولد انا زوالهم ولد انا زوالهم الله انا بخلي بعض الناس بيزه بيسود لكن اللي بخليهم يصيرون اقل من هالنعال الا بعد اذا ناويين على زوالهم يبون نسوي بنيتهم يلد نباطه يسوونها كان بيصيرون كناري ويطيرون الا اذا بعد اذا ما سدينا دكانهم وخليناهم يبيعون ناري الخايس مثل رؤوسهم واذا ما نحشناهم بدلهم من هني وهم كنهم خمامين انا ما ابو يزت لي تحسنتهم افتكر المحسن هذا محسن دياي الله يعني ما خليهم يروحوا لبيتهم ما كلوا حتى لقمة خبز صرخ بضاعة كلها وصل كل شيء هذا تمام المينا ما في شيء بعد اللي بالبيت شلتوهم كل شيء كل شيء زين ها كل شيء تمام زين غلام ما علينا احنا ترى الحين بضاعة وصلت وكل شيء موجود يعني ماكو الا انك تقوم وتوزع البضاعة في كل الكويت يعني باي طريقة لازم توزعها هذا الكلام ما يصير شو ما يصير ليش ما يصير ليش ما يصير قول لي ليش يعني هذا لهم الكلب لحم شنو؟ كلب لحم الكلب؟ اي ما يخالف لحم الكلب ما يخالف يعني لحم الكلب ماكو واحد ياكله لازم اكو ياكل يا غلام مو حكي هذا لا لا غلام لا انا ارجوك انا ازعل كذي بعدين انت لا تنسى ان الكويت الان مو مثل الاول غلام كل شيء تغير اكو بيت لازم فيه كلب اكو بيت لازم فيه واحد يشيل شمسيه في ايد ماله اكو كل شيء زين ماشي تمام وين انا وين ابيع؟ انا اقول لك وين تبيع؟ هذا لحم الكلب لا تقصر حسك لحم بس اللي فيك اسمع يا غلام انت انا امس قلت لك ما قلت لك روح الاحمدي روح خبجي وين رحت انت انا ماشي من هني لا خبجي ما اشوف كلب واحد من هني لا خبجي ما شفت كلب واحد ما اشوف كلب واحد انزين رحت الاحمدي لا خبجي بس خبجي رحت انزين والعمل يعني شلون والله ما شي يقولون الناس والله ما حد يشوف كلب يعني ما حد يسال عن اللحم هذا مولية لا غلام ارجوك غلام معود انت لازم تساعدني انا ريالي حط كل فلوسي في هالبضاعه انت لازم تساعدني انا ايش حق جايبك من الهند يا غلام حاضر اي لا لازم تفكر معاي فكر غلام فكر 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 زين فكر زين قوم تعال خل حكي غلام اسمع زين اكو حل واحد عندي تدري شنو زين شنو زين انا قلت شيء انا اقول لك ماكو هذا لحم مال كلب هذا على الصورة مال كلب هذا يشيله يحط صورة مال خروف زين يصير يشيل قوطي ثاني صورة مال كلب يحط صورة مربوك يحط صورة مكبوس لحم وهذا يمشي بالسوق كله اي واحد يقول شنو هذا اكل اكو في قوطي انت يقول هذا مكبوس لحم شو تقول هذا مو ماكول ها شو مو ماكول هذا مو كله ما يصير هذا ما يصير ليش ما يصير شلون يعني حرام حرام هذا شو حرام ليش حرام حرام هذا ما عليك انت مو احنا لازم نمشي البضاعة بس على اللحم مال الكلب قصر حسك قصر حسك على اللحم مال الكلب قصر حسك مو اذا قلت كلب دكان هذا يسكرونه انا وياك روح سجن انت قول هذا مكبوس لحم هذا لحم خروف لحم بارين لحم لا يقول لحم كلب هذا زين هذا بعدين انا يشاهد يا شو حساب انت ايش كم اكو 1000 ربوي اكو 2000 ربوي اكو كلها كنت هذا
عد الفلوس وياك. بس ما فلوس. دخل دخل ما شفت شيء انا بخليك تندفن مع الانواب. يوم قلنا لكم طالعوا. شيل التليفون غلام، شيل التليفون. عد 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 بس. الو اه وصل وصل لهم وصل. بالقمرك بعد اسبوع لا بوس ثلاثة أيام بس. اي قول له ثلاثة بس أيام. 3 أيام اكو باقي وقول له بس حسين بس لا انا ماني جايز عنك انت تعيش. بس يا ربي من الفلوس بس وين المطوب وين المطوب. ان ما دششت لك الملجا انا ماني حسين بن عقوب عشان لا تقول عطني فلوسي عطني حلال يا تسعة ألف وصار يا مثل يا هال 9000 يفا أعلم الهندي وعلى علمك أنت. أنا بقى خليك فيك وصلنا التلفونات ساعة طول النهار هلو ها وصل لهم وصل ما وصل بعد أسبوع قول لهم بعد أسبوع ذبحة ساعة بعد أسبوع سجل الو ها بعد اسبوع هو كلمنا مرتين ثلاثة شنو يبو قول له شنو يبي شنو يبونا مرقوق وهريش مرقوق ولهم يريش عريش مو عريش يريش يريش عريش يريش يبا عريش يريش اي قول له مركب اليريش الاسبوع الجاي مركب عريش بعد اسبوع اي حياك عد عد عايز الو ما عندنا لهم ما عندنا لهم خلاص عدال غلام قول لهم تبون قبوط بعد 5 أشهر تبون قبوط قبوط مو قبوط قبوط بالطريق قبوط بالطريق اي بالطريق اي والبركه فيها الطيب هذا ترى هذا ياخذ فعل منك فعل كفو هو اللي وزع لك اللحم هذا كله وهالمواد الغذائيه هو المسؤول اسوي بنك بنسوي بنك احنا وانا جايك انا ماني مخليك الا احولها انشأ الدكان هذا بن بن عقول ليمتد وبين 10% مال انا تحت 10% مالك انت هذا بنسجل لك مره واحده مو سجل مو بالكلام مو بالكلام صيج هذا فلوس ما يخالف المركب الجاي المركب الجاي شلون المركب جاي انا بشتري لك مركب حقك ها. انا بعطيك ما تبي مركبة مو مثل هذا باجي اولاني لا حتى الاولاني كله مسجل كله غلام راح يصير مسجل تمام بس انت مش اشتغل اكو شغل وايد بس كلام لا ماكو بس كلام لا ان شاء الله كل شيء تمام بس كلام يلا حد انتبر يلا حد يلا عجل هلا الياهم بسانه بورج فيهم السلام عليكم هلا بك حطة هلا شلونك الله بالخير ابشر عنك الله باللي وصيتك عليه ابشر بالخير مغول بعدك مغول زين حط الباب يا رزوان زين منو حط الخالق اتحضر خالي هلا 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 فيك ولا مرحبا عسى ما شاء اي بس ما تشتحون على وجهكم خير ان شاء الله يلا انت امكم انا اذيتوها انا وصلت اخرج والله العظيم اني احترت بنفسي ما ادري ايش اسوي يا ربي الله لا يبارك بهالساعة اللي ثمنوا فيها البيت الله لا يبارك بهالساعة يا ربي حسينو هلا شلونك يا حيا واخاوي شلونك يا متى انت بتسمع على هالحاله ما تستحي على هذه امه معلش انت قاعد ما تستحي يا جليل الكلام كلامك خطا يعني انت ما قلت شيء انا الحين بطلت حلجي انا اتكلم بتموت ما علي منكم يا طايح فيني طق ما يصير كذي خالد لا بس تعب بذبحه انت تلاقي بنفسك على ابو خالك ذبح اخوك خالك الحق على خالك يا سفاهد ها بشر مثل ملكه مقهور بغض احنا لنا شرف عظيم هذا يشرفنا
ان المحامي الكبير حديب بن دينا موجود ومشرفنا في بيتنا. اعتبر اخوك براءة. الله الله ينبرد حجي حق القاضي. بارك الله فيك. بارك الله فيك ابي. والله قواك الله الحجي السنعة ابوي. اي ابوي ترى حسين ما طلع من السجن تين الوالدة. أيه. علشان هالمسكينة هالعيوز ولا مو عشان شيء ثاني. اي بارك الله فيك. إيه؟ اعتمد انا مليون واحد طلعت براءة قبله. كفو. صدقني يا سعد. مرة واحد ذبح نفسك يطلع براءة. ذبح نفسه وطلع براءة. تستاهل على. إيه نبي ان شاء الله يطلع. انا ما قايل شيء ان شاء الله اذا الله حيار وياه. بتحضر المحكمه. راح تسمع ذاك الحكي المصفف اللي شغل عدل اللي اسحب فيه القاضي واخليه يقول براءه براءه براءه. كمل يا حضره المحامي. سيدي القاضي. نعم. ان موكلي كان طالعا من بيته رائحا لشغله من اجل لقمه العيش. اي نعم من اجل لقمه العيش. ومعه اخوه سعدي وتحرش فيه ابو صالح وخاله. ها ها. فتصور ماذا حدث عندما تحرش به ويسمعونه كلام ويتطنزون عليه ويسمعونه كلام ويقز بجسمه كالمأبري وتريده الا ينبري. وما هي الا لحظات من لحظات القدر. تفسر موكلي فلطمه لطمة واحدة. اي والله هذا اللي صار. ايه يا حسين. يطلع لك الثمن غالي. ما يطلع غالي ولا شيء. انا ولا ابو علي والله ما احط ايدي بقضية الا وشيء الا وتنجح. عرفت ابوي؟ نعم. وقول هالكلام هذا واذا عندك ما عندك دافع عن موكلينك. لا تقعد تناجرني علشان انسحب منها. ما انسحب منها لو شي يصير. يا حلو والتالي شلون يعني؟ التالي قلت لك عاد انت لا تخليني عاد اضطر وارفع عليك قضيه يا حديب. ويحك من مجرم. انا مجرم؟ نعم مجرم. انا مجرم؟ انت تعرف القوانين انت؟ نعم. ما تعرف القوانين. لو تعرف القوانين انت ما قلت الكلمه الكبيره هذه. شلون يعني؟ انت عندك خبر الحين جنحه مجرم. هذه جنحه. انت الحين جنحه. انت ريال قطيت جنحه وانت ما تدري. والتالي حلو يا التالي ان هذا مو شغلك. والوعد بالمحكمة إذا عندك ما عندك قوم هناك. أنا ذاهب. أيه. وإلى اللقاء في أروقة المحاكم. روح زين. روح روح فلا. روح هاي الشغل عندي. روح شوف شغلك. هاي راح تشوف. حتى على القانون. في القانون الصغير. ها ايوه ايش ولا في الصغير شلون بس ايش بتسوي الحين؟ خلاص أنا برفع قضية. ترفع قضية؟ أي. من عليه؟ ما أقدر أصبر. ها. ما أقدر أصبر أكثر من كذي خالي. بس من عليه انت؟ عزمت ارفع قضيه. من عليه عاد؟ على ابو صالح. افا ابو صالح. ابو صالح يارنا الطيب المصلي المسمي. ترك توقفه في المحكمه حكي هذا يا سلام. ليش ما وقفه في المحكمه؟ لا لا لا. ليش ما يزوجني بنته؟ ها؟ نعم بتزوجها يا القانون الصغير هذا يسندني. ايه احنا يا خالي اليوم صرنا رجال قانون. والنعم. نعم والنعم والله. قانون شربنا خلصنا. انت وحسين. اي نعم. كفو. يا اختك ساره اليوم مسكتين. كفو. قدام احنا القانون قاعد يخدمنا وقاعد واقف ويانا بعد حق نخلي حقنا ضايع والقانون قاعد ويانا. ما ادري عنك. قول حق نفسك. انت بتتزوج صالحه. بتتزوج صالحه. اي متى بس متى؟ اليوم بتتزوجها قبل باكر. ها. اخاف طبخها يا الخالو. اكو شيء جديد صاير. وينك انت وينك؟ والله والله الله يسويها الخالو. الله يسويها. شوف انت ما تقول ان حسين سافر البصره؟ بلى حسين سافر البصره. خلاص ماكو مشكله. شو ماكو مشكله؟ شلون ماكو مشكله؟ اقول لك يا الحبيب لا تستعيل. عفو عليك انت تتزوج صالحه. ايه عدل؟ ايه. وابو صالح يتزوج امك. ايه. وحسينو في البصره. ولا يدري عن القضيه يتم زواجكم وكل شيء دار اندرى ودار ما درى. شو قلت؟ اي بس يا الخاله تدري حسين ريال شري و... إيه؟ ويمكن اذا جاي يسوي لنا مشكله صيحه. لا لا, لا 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 تخاف افا عليك. ما يرجع حسينو. إلا جطارة للطيور برزاقها.